المستمعة سعاد من تيزنيت. أهلا سعاد، صباح الخير. السلام عليكم سنة. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. أواشر مباركة في الصحة والسلامة، رمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين وعلى الطاقم ديال ميد راديو. الله يدخل عليكم، ربي يخليك، بارك الله فيك. السلامة إن شاء الله. يا ربي أمين. حنا وأنتم ما شاء الله النجاح. بارك الله فيك يا ربي ان شاء الله. يا ربي امين. تحيه اختي سناء. اييه كيقول لها السعديه ابو الوقت كتسلم عليك بزاف بزاف، وقالت لك راها متبعه الاذاعه وراه كتشكرك بزاف. الله يبارك فيها، سلم عليها بزاف وبارك لها لرمضان. وتحيتنا للسعديه ابو الوقت، نتمنى تكون على خير هي والاسره ديالها. مرحبا. وبالنسبه للعائله ديالي، عائله اطماعي، كنبلغ لهم كل شيء سلام، وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد وعلى جميع المغاربه بصفه عامه من داخل وخارج المغرب. تحيه كبيره لهم ونتمنى لهم رمضان كريم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اييه غادي نبداو اختي سناء. اليوم عندنا واحد لي سيجار قلنا بالصدر ديال دانت وبالروز، كيجيو رائعين. عندنا نص كيلو ديال الصدر ديال دانت، عندنا تقريبا جوج كيسان ديال الروز، اما كيكون عندنا كاس ديال الروز وكنسلقوه، اولا لا كنسلق كنعبروا جوج كيسان بالقياس ديال العنبه. جوج كيسان يكونوا مسلوق صافي طيب بقبيصه ديال الملح صافي، وكيكون شويه ما نخليوش تيترون، يكون شويه باقي مفروز. عندنا نص كيلو ديال البصله مقطعه رقيقه مربعات. عندنا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. عندنا جوج ديال الفلفلات، وحده حمراء وحده خضراء مقطعين رقاقين. عندنا واحد راس معلقه ديال الهريسه. عندنا واحد جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطعين رقاق. عندنا راس معلقه ديال بودره ديال الثومه، ولا ما كانتش عندنا كنديروا نكتفيو بالثومه الطريه، نديروا واحد الجريوس ما نكثروش. عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال التحميره. وعندنا نص معلقه ديال الملحه، وعندنا نص معلقه ديال القرفه، وعندنا نص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار، ونص معلقه ديال الكمون. وعندنا كيلو لاروب اللي غتكفانا في هاد في هاد التخليطه هادي. عندنا نص كيلو لاروب ديال الورقه ديال البسطيله. كنشدو داك لدانت، كيكون عندنا مقطع طريفات صغارين ضويمات صغيورين. كنشحروه فواحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وكنزيدو هاد التوابل كلشي اللي ذكرنا، كنشحروه صافي حتى كينشف لينا من الماء، ما كيبقاش فيه الماء نهائيا هذاك الصدر ديال لدانت. كناخذوا البصله حتى هي كنشحروها نفس الطريقه، حتى هي كنديروا لها معلقه ديال الزبده حتى هي، وكنشحروها حتى كتنزل لينا، وكنزيدوها على داك لدانت اللي عندنا اللي شحرنا. وكنضيفوا لهم دوك جوج كيسان ديال الروز اللي مسلوقين، وكناخذوا دوك الفلافل اللي عندنا الفلفله الحمراء والخضراء، كنشحروهم حتى هما شويه حتى هما مربعات صغار، وكنزيدوهم حتى هما على الحشو، وكنزيدو التوابل ديالنا جميع، وذاك راس معلقه ديال الهريسه على حسب الذوق. ايوه شويه بشويه على حسب اللي كيبغي الحار راه يكثر، واللي ما كيبغيش راه كينقص شويه. كنخلطوا هذا الحشو كلشي، كنخليوه حتى كيبرد، وكناخذوا الورقه ديالتنا كنقطعوها، من الاحسن تكون هذيك الصغيره، وكندهنوها بشويه ديال الزبده مخلط مع الزيت، وكنديروا لي سيجار ديالنا، وكندهنهم بشويه ديال الزبده من الوجه ديالهم، وكندخلهم الفران، ما كنقليهمش. من الاحسن ندخلهم الفران، كيجيو لنا ناشفين وكيجيونا رائعين. الله يعطيك الصحه.